السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم، بخير؟ اش اخباركم؟ نتمنى انكم تكونوا بالف خير وبصحه جيده. اليوم فيديو جديد ونهار جديد. اليوم غادي ندير معكم دجاج الكروازي، ها هو. وغادي نوريكم واحد السر باش ينجح لكم الدجاج ديالكم ويطيب لكم دغيا وما ياخذش لكم الوقت بزاف. وهذا السر هو هذا، باش يطيب لك الدجاج الكروازي دغيا غتستعمل كاس ديال والماس، وغادي يطيب دغيا وما ياخذش الوقت بزاف. ولا كان عندكم شي لحم شارف وما بغاش يطيب لكم دغيا ولا شي حاجه، تزيدوا عليه والماس. غنستعمل 3 ديال الدجاج كروازي، كل دجاجه فيها 2 كيلو ونص، 4 كيلو ديال البصله مشلضه، العطريه، هاي سكين جبير، الخرقوم بلدي، الخرقوم اصطناعي، راس الحانوت، والملحه. الز الحامض، حامضه مصيره مقطعه غير هذاك الوصاني ديالها. الزيتون، والقنصه، والكبده، قزبر، ومعدنوس. ومنساوش والماس، هي اللي غادي طيب لنا الدجاج وغيجي فتي وزوين. غنديرو كاس ديال الوالماس ونص كاس ديال الزيت البلديه ومعلقه كبيره ديال السمن. الشرموله اللي غنشرب بها الدجاج غادي ندير فيها هادشي، هاد العطريه اللي قلت لكم عليها، حامضه مصيره، اللب ديال الوصاني، ديال الحامض، ها هو. غنديرو كامل، جوج معالق كبار ديال الثومه محكوكه، هي هذه الشرموله، وشويه ديال السمن، ماشي بزاف، حيت السمن غنديرو حتى نبدا نشحرو الدجاج، غير شويه. نحاولو نديرها تحت الجلدة من هنا، نديرو من هنا، صافي. وهاد الرجلين نحاولو أنهم نديرهم هنا، تعطرات. نسيت ما قلت لكم، راه نسيت البزار والهريسه، نسيت ما درتهمش، ولكن غنديرهم دابا عادي. بزار وهريسه يديرو مع الاول، مع الشرموله في الاول. انا نسيت ما درتهمش، ولكن ماشي مشكل عادي. ها هو الدجاج ديالي، نعاود نحلو نعطرو عادي، اي حاجه نسيتوها ماشي مشكل. شي دابا اللون ديالو تبدل، غنديرو كامل. اول حاجه غادي ندير الماء، غير شويه الماء. الدجاج ديالي ها هو شرملتو، غنديرو دابا، غنديرو فهاد الميه بلا زيت، خاصو يتشحر غير في هاد الماء،
شويه الشرموليل عليه اذا قالت لي درتها خليه يتشحر مزيان. الدجاج ديالي تشحر غندير عليه نص كاس ديال زيت العود وغندير معلقه كبيره ديال السمن. عمركم ديروا الزيت في الاول والسمن. خاص الدجاج يشرب العطريه في هذاك الماء اللي درنا ليه حتى يشرب العطريه وتشحر مزيان عاد نديروا السمن والزيت ونديروا كاس ديال والماس. كاس تيطيب لكم الدجاج دغيا. البصله غنديروا غير شويه ديالها مع الدجاج تقريبا غنديروا جوج ديرها شويه ديروا غير شويه دابا وحتى يطيب الدجاج ونحيدوه عاد نديروا البصله والكبده والقنصه. غنديروا قزبر ومعدنوس وغنديروا الماء دابا وصافي نسدو. اما الماء ما تخبوش على الدجاج مباشره. الدجاج ديالي غندير ليه هذا ونثقبو من الصدر باش يدخل مع الطياب من الصدر. تقريبا خدا ليا ساعة ديال الطياب. أو نحيدو البصلة دابا والقرصة والكبدة عمد مقطع مصير وشبة المروزية. طبعا نسد عليه دابا نخليه يطيب. الدجاج ديالي طاب. درت هنايا زيت العود والهريسة وشوية سكر سنيدة والزبدة ومعلقة ديال السمن. هاد الصوص هو اللي غادي ندهن به الدجاج ديالي. الفران ديالي صافي سخنتو راه الدجاجات صافي دهنتهم بالزبده والهريسه والسمن. ضروري ندير بحال هكا باش العافيه نديرها على كل جناب. دابا غادي ندخل الدجاج. الدجاج ديالي ها هو غندخلهم دابا للفران. كيف العاده غادي نسد عليهم بهاد المانطا فازقه في الماء. غندير عليهم شي بلاستيكه ونخليهم يطيبوا وفين غادي يطيب غادي نرجع لكم ونوريكم الشكل النهائي ديالو. دابا غادي نحل عليهم راه طليت عليهم لقيتهم طابوا تحمروا مزيان. اللون ديالهم محمر ومجمر ديال بصح.
التغمير ديالتي ها هي كنوجد فيها كنشف البصله دابا غادي ندير معلقه ديال السمن معلقه كبيره ديال السكر سنيد الدجاج ديالي دجاج كروازي ما عليكم الا تجربوه راه ساهل وبسيط وكيجي زوين بزاف ها هو كيفاش ايوا كنقول لكم بالسلامه وتهلاو في راسكم وشهية طيبه والناس اللي اول مره كتشوف القناه ديالي كنقول لهم تابونا وخلوا لي شي كومونتير زوين وبصحه فطوركم.